وإذ نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والحق في التنمية، وإذ ندرك تماما ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية للمتضررين من الوباء، وإذ نسلم بأهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الأعضاء بشأن المسائل العالمية، وإذ ندرك تماما الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسريع جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان. لذلك نوصي بما يلي: أولا، نظرا للأثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة، نوصي المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على هذا الحق وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تمييز. ومن بين هذه التدابير إلغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات، وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات. ثانياً، على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية، فنوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة في التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة. ثالثا، التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا، والالتزام بمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للتصدي للجائحة، وأن يتم تطبيقها بطريقة غير تمييزية. رابعا، إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات جائحة كورونا، ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي. خامسا، التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة، والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية. سادسا، قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلى تكنولوجيا مكافحة جائحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة أقل وفي أقرب وقت ممكن. سابعا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجتمع المدني، ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها. ثامنا، تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة جائحة كورونا. وإذ يرجو وفد جمهورية مصر العربية بأن يدعم المجلس مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملا في تحرك عاجل لاحتواء آثار وتداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. شكرا لك.